الصورة بتاعت حضرتك حلوة قوي يا فندم. صباح الخير استاذ ايمن. معايا معاكي من يوم الثلاث اللي فات، حتى بالاماره ساعتها كنت مشغل يعني والعياذ بالله، يعني والعياذ بالله اغنيه الغزاله رايقه والناس الحلوه متضايقه. والله يا استاذ حسن ربنا هيكرمك اخر شهر، عارف ليه؟ لانك ابيض من جوه ومحروق شويتين من بره. ونعم النزاهه والله، ونعم النزاهه، يا ريت الناس كلها زيك. انا دخلت خلاص. انت دخلت هنا ازاي؟ اصلي شفتكم كده من كام يوم وانتوا بتخبوا المفتاح في البوكس بتاع العداد. اولا انا واقف بره، ثانيا سيستم المكان كده، ثالثا بقى بتجينا حملات تفتيش، وفريدي بقى شافوكه جوه من غير كمامات، يجينا احنا غرامه. اوعى تتحرك يا ست، انا واقف بقالي 3 ايام لحد ما جالي دوال. معلش يا فندم هراجع البيانات وارجع لك. خد الزبي 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 هو عشان تقول لي في ايه بتاعك العف. ارتحت؟ انت صدمتني يا حسن. صدمتك ايه يا عم؟ وانا معشمك بالجواز يا اولاد؟ خلاص صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ايه اللي حصل؟ اسمعني ازاي من غير نط؟ يخرب بيت القصص، حسن مخاول ولا ايه؟ معلش ممكن سؤال؟ اتفضل يا سيدي. هو مين اللي كان قاعد من شويه بيمرمط بكرامه حضرتك الارض ده؟ هو انا فعلا اتمرمطت خلاص. يعني مش عشان دخلت بالجزمه ووسخت الارضيه؟ بس انا ليه عتاب عندي؟ ليه يا فندم؟ كفر الشر. الكوسه بتاعت الاسبوع اللي فات مش مدوره. لا والله يا فندم، والله ابدا، ده انا عاملاها بكل طاقه وامانه، عاملاها زي الاستاذ نبيل الحلفاوي بالظبط. نبيل الحلفاوي؟ حتى اساله يا فندم. عظيم هايل. ما كملتيش تعليم دي؟ ماسكه التليفون ال 24 ساعه والنت وباقه النت. حد يا استاذ حسن يزعل الاستاذه هاجر؟ وهو في طعامه الاستاذه هاجر ولا حلاوه الاستاذه هاجر؟ بقول لك ايه، والنبي معلش نزل اللعبه دي. اللودو يا فندم. شاطره يا بنتي. فانتستيك، برافو، هايل. بقول لك احمص، لما طرد الهكسوس كان عربيته لونها ايه؟ مفيش الكلام ده، انا اخويا هناك بقاله سنين وبيقول غير كده خالص. بطاقتك حبيبي حرامي ايه؟ بطاقتك خلص. ايه البطاقه دي؟ خلص حبيبي بطاقتك. الكاميرات جابتك وانت قالع الكمامه. يا عم كنت بهطس، عامل لي في حاجه مفر. ملناش فيه والله يا فندم. هذا لله يا بيه، ربنا يكرم اصلك يا رب. ثواني يا ابني. خد. الله يخليك يا بيه، والله ده الواحد شقيان ورايا كوم لح. لا حبيبي فكها لي. وحضرتك بقى عارف الفلوس كام ولا جايب البركه؟ طبعا يا ابني، هو في حد ما يعرفش وقع منه كام؟ المبلغ كام ان شاء الله؟ 27,000 جنيه، 100 ورقه فئه ال 200 متسلسله الارقام. عندك ملوخيه؟ اه انا ملوخيه فلاحه يعني. صغيره قوي. صغيره يعني بالاخر حاطه عار. واخبار الملوخيه ايه؟ بسلم على حضرتك يا فندم. مش شامم يعني ريحه الملوخيه. وانت برضه يا استاذ هاجر ما ينفعش يعني تعملي الاكل من غير ملح كل يوم، يعني حتى بحط له حبه ملح. والله العظيم الكب امبارح بقى في الحمام بقى عشان اكل معفن وما بتعرفش. اكسلنت. نعم. ولعوا الفحم ازاي جوه الميه؟ وانت فارق معاك الفحم يعني؟ الظاهر ان في فلوس وقعت مني. اصل الكيفه مخرومه. ربنا يخليك فينا والله. ربنا يخليك والله. ربنا يوفقك يا اولاد والله. طبعا يا ابني انت عارف ان انا ما بحبش الحرام، فجبت لك هديه كده يا رب تعجبك. شويه تمر يستاهلوا بقك من المدينه. مدينه ايه؟ مدينه مصر. هبسطها لحضرتك دلوقتي. مش حضرتك لما بتيجي بتقفل باب التلاجه اللمبه اللي جوه بتطفي؟ اكيد طبعا. طيب ده بقى معناه ان التلاجه مش شغاله؟ لا اكيد شغاله. طب يا فندم ما هو نفس السيستم اللي عندنا ده، شعار الشركه عندنا. كام ديت يا عم؟ بعد السيل ولا قبل السيل؟ خلاص يا ماما انا مش فاضيلي. هو في سيول في الدرفور يا باشا؟ معاك رخصة؟ جوزك يا مدام كان حامل وسقط.